متابعينا الأوفياء مرحبا بكم. حديثنا اليوم حدوث حمل في فترة التبويض الأولى بعد الإجهاض بدون دورة شهرية. هذا سؤال تردده الكثير من السيدات ممن تعرضن للإجهاض ثم يفاجأن بحملهن دون أن تنزل الدورة الشهرية، فتشعر الكثير منهن بالتوتر لعدم نزولها بين الإجهاض وبين الحمل الآخر خوفا من تكراره مرة أخرى، ولذلك يرغبن في معرفة هل هذا طبيعي أم لا. تعد تجربة الإجهاض من أقصى التجارب التي تمر بها المرأة والتي تترك بها آثار سيئة نفسية وجسدية، والكثير من السيدات يرغبن في محاولة حدوث الحمل مرة أخرى بعد الإجهاض لتعويض الحمل الأول، ولذلك يكون هناك حرصا من الأزواج على ممارسة العلاقة قبل أن تأتي الدورة الشهرية الأولى، ويمكن أن يحدث الحمل مباشرة بعد حدوث الإجهاض وقبل نزول الدورة، وذلك لأن بعد حدوثه يعود الجسم إلى روتينه المعتاد وبالتالي يحدث التبويض قبل نزول الدورة الشهرية التالية، فيتم إنتاج البويضات أثناء نزول دم النفاس، وعند حدوث الجماع يخصب الحيوان الذكري البويضة وتنغرس بدورها في جدار الرحم، حيث يحدث الحمل السريع بعد الإجهاض عندما يحدث التبويض بعد مرور أسبوعين، ويتم الاستدلال على حدوثه في فترة التبويض الأولى من خلال القيام باختبار الحمل والتأكد من حدوثه. ينصح بإجراء فحص الحمل بعد مرور أسبوعين من الأربعين في حال عدم نزول الدورة الشهرية، مع العلم أن النتيجة في الكثير من الحالات قد تكون إيجابية خاطئة، وذلك لأن هرمون الحمل يظل باقياً في الجسم بعد حدوث الإجهاض لفترة تتراوح ما بين اليوم 16 إلى 60 يوماً. تحدث عملية التبويض بعد مرور أسبوعين من حدوث نزول الدورة الشهرية، وإذا حدث الإجهاض في مرحلة متأخرة من الحمل فقد تحتاج عملية التبويض وقتاً أطول من المعتاد حتى تعود إلى نمطها الطبيعي، فكلما زاد عمر الحمل قبل حدوث هذا الإجهاض كلما تأخر موعد التبويض. تجدر الإشارة إلى أن الإجهاض لا يؤثر على خصوبة المرأة وقدرتها على الحمل إلا في حال إجراء عملية توسيع أو كحت الرحم، فقد أكدت العديد من الدراسات أن النسبة كبيرة من النساء اللواتي أجهضن تلقائيا حملن حملا سليم بعد الإجهاض وبدون دورة شهرية،